ليك يا تاني رب. مرة يعني في تقريبا شهر، وكانت المرة اللي فاتت كويسة جدا وعملنا قراءة أكثر من رائعة أنا فاكرة. بس خلينا نبدأ طبعا، ولازم الملف ده نبدأ بيه طبعا. وماتش أمس قريت إزاي المباراة، وهل كان متوقع هذا الأداء قبل كمان المباراة، يعني قبل ما احنا كنا بنتكلم أو كنا لسه بنحلل ماتش المقاولين، هل كنت متوقع أن الأداء هيكون أو النتيجة بهذا الشكل مع سان داونز؟ لا الحقيقه يعني هتلاقي اكتر ناس زعلانه الناس المنتميه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، طبعا الناس اللي اشتغلوا جوه النادي الاهلي هتلاقيهم زعلانين اكتر من اي حد، لان هم احنا اتعودنا وتربينا يعني من ايام كابتن صلاح سليم ان احنا مش قابلين دايما بالمركز الثاني، مش قابلين دايما ان احنا نخسر، فاتولد عندك كبرياء مختلفه، فهتلاقيك اكتر واحد زعلان. يعني كل فرد النهارده لو دخلت النادي الاهلي الجزيره او مدينه نصر من البوابه للبوابه هتلاقي الناس كلها عينيها في الارض والناس كلها زعلانه، لان احنا اكتر ناس بنزعل اكتر ناس بنتاثر، اتعودنا بقى اتربينا على ان احنا بقى يعني ما بنعرفش، يعني انا مش عارف اقول ايه للمدربين اللي الله سامحهم ولا ايه، علمونا من واحنا صغيرين، كابتن مدرب رجب، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، الاسامي الكبيره كلها، انه احنا مش قادرين نقبل برقم اثنين، مش قادرين نتعود على الخساره. لكن خليني برضو اقول حاجه مهمه جدا، خلينا نحط كل حاجه في مكانها. تمام. هي منظومه كره القدم كده، كل الفرق اللي في العالم بتخسر وبتخسر بنتائج كبيره. يمكن النادي الاهلي فكره سان داونز بالاخص ان احنا خسرنا سنه 2019 بشكل مؤسف او بشكل مش مرضي، انه يتكرر مع نفس الفريق بعد 3 4 سنين، وخاصه ان احنا يعني كلعيبه طلعنا واعتذرنا وكنا زعلانين جدا وخلاص بنحاول ننسى، ومن وقتها لحد النهارده بقت مواجهتنا مع سان داونز بتحمل طبع خاص او مختلف شويه، الناس كلها بتبص لها بتركيز شويه، ان ده يتكرر او ان ده يحصل حاجه اكيد مؤسفه، اكيد حاجه تزعل جدا، حاجه لازم تخلينا نعيد الحسابات. لكن زي ما بقول لحضرتك دايما، احنا طول تاريخ النادي الاهلي مرينا دايما بكبوات، ولو ما كانش في كبوات عمر ما كان هيبقى في انتصارات، وعمرنا ما كنا نحس بطعم ولا حلاوه الانتصار لو يعني لو ما خسرناش او لو ما، لكن هو في النادي الاهلي قليل انك تخسر بيبقى قليل، انك وكلمه تمر حق بكبوه برضو، بيبقى قليل. كلمه حق في نفس الاطار اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، فعلا من قديم الازل اي فتره كان بيمر بيها النادي الاهلي بكبوه من كبوات او كان متعثر بيرجع بسبب أقوى. من الاسباب بيرجع اقوى من الاول وبكتير، ما اختلفناش. زائد ان احنا برضو مش هنختلف في حته ان كره قدم في نهايه المطاف هي مكسب وخساره، بالزبط. عادي جدا، بالزبط. ومن بالزبط. صميم الروح الرياضيه ان احنا كجماهير اهلاويه ان احنا نتقبل الخساره دي حاجه وارده جدا مع اكبر فرق العالم، مش هنختلف على التفصيله دي، بس كواليتي الخساره بيفرق. صح، شكل الخساره انت خسرت ازاي، شكل الاداء اللي انت خسرت بيه بيفرق، حجم قوه المنافس اللي انت خسرت منه بسكور كبير بيفرق، فدي الحاجات اللي بتزعل. بالظبط بالظبط. ولا انت ليك راي تاني؟ لا الحاجات دي بتزعل جدا، لكن خليني برضو اقول حاجه مهمه جدا، انه طبيعي جدا ان احنا هنتعرض لمثل يعني هذه الكبوات او هذه الخسائر، لكن انا دايما براهن على قوه النادي الاهلي انه ازاي يرجع وانه ازاي يرجع بسرعه. وزي ما بقول لحضرتك حاجه، كل 20 30 سنه 40 سنه بيظهر اسم نادي جديد في قاره افريقيا، يعني مره كوتوكو، مره مازيمبي، مره سان داونز، لكن قال النادي الاهلي باقي، النادي الاهلي من اول التاريخ هيفضل هو النادي الاهلي، هيفضل اكتر، هيفضل طبعًا نادي طبعًا. القرن في افريقيا، هيفضل اكتر نادي حصل على عدد بطولات في افريقيا. ولكن خلينا نبقى معترفين بس بحاجه، لازم زي ما حضرتك قلت انه احنا لازم نعترف ان في اوقات هيبقى في فرق اقوى مننا، مازيمبي سان داونز اقوى مننا دلوقتي، ان هم عندهم كواليتي لعب احسن مننا، عندهم كواليتي لعب احسن مننا دلوقتي. هما بيلعبوا بتنظيم، وشفنا لعب منظم بشكل كبير جدا امبارح بصراحه. والفوارق البدنيه كمان، الفوارق البدنيه والفوارق الفنيه مختلفه تماما، خلت لعيبه النادي الاهلي، انا بس المشكله عندي تبقى في حاجه واحده، هو امبارح ده داي اوف بالنسبه لنا، يعني احنا كنا وحشين ولا ده الفارق؟ لو داي اوف اتس اوكي، هي دي كره القدم صح. خلاص صح. لكن لو هو ده الفارق هيبقى عندنا شغل كتير جدا لازم نعمله، هنرجع بقى نحسب حسابات تانية خالص، لان عمر ما كان الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد في افريقيا الفني والذهني والبدني بهذا الشكل.